حماية الأحداث بالطرف الوطني بالنية سوف تقدم لكم بعض النصائح. في إطار المشروع الوزاري الممنوح من طرف وزارة الشباب والرياضة بعنوان سفير في السلامة المرورية وتحت الرعاية السامية للسيد ولي ولاية المدية وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية، نظمت جمعية طريق الأمان الدورة التكوينية الثالثة على مستوى بيت الشباب، حيث شمل التكوين ثلاثة أيام تكوين إقامي كان موجه للأطفال بعدة فقرات، منها تعريف بإشارات المرور وأهميتها، مسابقة في الرسم والتلوين مع أشغال يدوية، حظيرة مرورية مجهزة بسيارات أطفال وإشارات مرورية وضوئية. كما اختتمت الدورة بحملة تحسيسية على مستوى الطريق الوطني رقم 8 شارك فيها الأطفال بالتنسيق مع فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالمدية. تحت الرعاية السامية للسيد الوالي ولاية المدية جهيد موس تحت عنوان سفير السلامة المرورية المنظمة من قبل جمعية طريق الأمان، شاركت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية في الأيام التكوينية الخاصة بدروس في التربية المرورية، وكان من أهمها تعريف بالإشارات المرور، كذلك ضرورة احترامها. بمناسبة استفادة جمعية أمان طريق بالطابلات من مشروع وزاري متعلق بالتكوين في السلامة المرورية والذي يكتسي أهمية بالغة في تكوين ثقافة مرورية لدى شبابنا للوقاية من حوادث المرور، علما أنه تم اختيار مجموعة من الشباب من مختلف المؤسسات الشبانية لتكوينهم في هذا المجال. نثمن مثل هذه المشاريع وكما نشجع المجهودات المبذولة من طرف جميع الجمعيات الشريكة للقطاع في هذا المجال. بارح جاء الأستاذ طه الذاكرة وحفظنا بطريقة سهلة لإشارة المرور واستفدنا منه بزاف وصحيت. نشكر جمعية طريق الأمان التي علمتنا كيف نكون سفراء السلامة المروري. أصحاب السيارات يعني يمشوا بالأقل وحاذروا على الذراري. نشكر الدرك الوطني اللي صاهرين ليل ونهار يعني في أجل الشعب. هذا الإرشاد يعني كان في المستوى، ونشكر الأمن بصفة خاصة وبالدرك الوطني بصفة عامة. يعني من البذرة هذه هي اللي راح تكون غدو إن شاء الله هي تكون النبتة الكاملة.